خبر مؤسف عن الفنان المصري القدير شريف منير وأسرته منذ قليل. نشب حريق في منزل الفنان المصري شريف منير مسببا أضرارا مادية كبيرة، فيما نجت عائلته التي كانت تتواجد بالمنزل وقت الحادثة، بينما كان الفنان المصري شريف منير يبكي ويصرخ بشدة. ونشر الفنان شريف منير عبر حسابه على إنستغرام مجموعة صور من الحريق وقال: الحمد لله قدر ولطف، سيجارة رمت من مكان ما على سقف أوضة عندي في تراس البيت نشبت حريقة، والحمد لله رجال إطفاء المقطم قدروا يسيطروا على الحريق، الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، واشكر جيراني لوقفتهم بجانب زوجتي وبنتي اللي كانوا لوحدهم في البيت. وحرص العديد من النجوم والمشاهير التعليق على ما كتبه الفنان شريف منير والاطمئنان على حالة أسرته بالكامل. فكتبت الفنانة منى ممدوح: يا ساتر يا رب، ألف سلامة عليك وعلى عيلتك، وقدر الله وما شاء فعل. كما علق كذلك الفنان أحمد جمال: قدر ولطف، والحمد لله على سلامتكم. وعلق أيضا كل منا: الفنانة مي كساب، والفنانة مي عمر، والفنانة مي عز الدين. وقالت أسماء ابنة الفنان شريف منير أن أختها وزوجة أبيها نجت من أبشع ميتة وهي الحرق بعد إطفاء الحريق من قبل رجال المطافي قبل التهامه شقة العائلة. وأضافت أسماء إنها لا تقيم في المنزل الذي نشب فيه الحريق، بل يقيم فيه والدها وزوجته وإخوانها حيث لم يتضرر أحد. ولفتت إلى أن الخسائر في المنزل كبيرة جدا من الناحية المادية، حيث نشب الحريق في تراس الشقة وأدى لاحتراق بعض الكتب والمفروشات قبل إخماده. وأشارت أسماء إلى أن الحريق نشب بعد إلقاء أحد الأشخاص عقب سيجارة على غرفة صغيرة موجودة بتراس المنزل قبل انتقاله إلى بعض الستائر والمفروشات.